يأتيك أعرابي آخر يطلب منك قضاء دين، وكنت قد أخذت منه دينا، أخذت منه ناقة صغيرة، فيأتي يطلب قضاء دينه ويغلظ في الطلب ويسيء في الأدب ويقول: إنكم بنو عبد المطلب قوم مطل تماطلون في الأداء. فيغضب أصحابك وحق لهم أن يغضبوا ويهموا أن يضربوه، فتكفهم أنت عن ضربه وتقول بكل حلم وصبر: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم تأمر أصحابك أن يعطوه ناقة أفضل وأكبر من ناقته قائلا: أعطوه الأكبر فإن خيركم أحسنكم قضاء. ما أعظمه من حلم، وما أجمله من صبر وعفو. لم تقل للأعرابي: من أنت حتى تخاطبني بهذه الطريقة وهذا الأسلوب؟ ألا تعلم من أكون؟ لم تقل له: ليس على وجه الأرض نبي سواي، ألا تخشى أن ينزل بك غضب الله؟ بل قلت بكل حلم وهدوء: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم أعطيته أكثر مما سأل. ضربت لنا يا رسول الله أروع الأمثلة في الحلم والعفو، وعلمتني قولا وسلوكا أن الدين هو المعاملة. محمد بشر وليس كالبشر، محمد ياقوت والناس كالحجر.